بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم اعزائي الطلبه. النهارده هنتكلم عن درس مهم خالص، هو الكنائس والاديره الاثريه في مصر. قبل ما نبدا كلام في الدرس بتاعنا، تعالوا نحفظ مع بعض الايه دي: يا رب احببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك. يا رب احببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك. ونصلي كلنا ان الازمه اللي بيمر بيها العالم كله وهي فيروس كورونا تنتهي في اقرب وقت ممكن، ونرجع تاني لكنيستنا والحضن الكنيسه. هنبدا الاول بالكلام عن الكنائس الاثريه. الكنائس الاثريه هي بتعكس تاريخ مصر القبطي، وطبعا الحقبه القبطيه دي حقبه مهمه جدا في تاريخ مصر، وبتوضح تاريخ انتشار المسيحيه في الوقت ده. الكنائس الاثريه ليها نظام معماري بيميزها، وفي كلامنا النهارده عن الكنائس الاثريه هنتكلم عن نقطتين: اول حاجه نظام المعمار في الكنائس القبطيه القديمه، تاني حاجه هنعرض تاريخ بعض الكنائس القديمه الاثريه واهم الحاجات اللي بتميز. اول حاجه نبذه تاريخيه عن المعمار في الكنائس القبطيه. المسيحيه كلنا عارفين انها دخلت مصر في منتصف القرن الاول الميلادي. دخلت على ايد مين؟ على ايد القديس مرقس الرسول. القرون الثلاثة الأولى ما كانش فيها كنايس خالص. المسيحيين في الوقت ده ما كانش مهم عندهم وجود كنايس، ما كانش مهم عندهم وجود مكان، على قد ما كان مهم إن هم يتجمعوا. الكنيسة هي أصلاً جماعة المؤمنين. المسيحيين كانوا بيتجمعوا في المغائر، في المقابر علشان يصلوا، كانوا بيتجمعوا في أي مكان ممكن يتجمعوا فيه علشان يتكلموا مع ربنا وعلشان يمارسوا حياة الشركة مع بعض. فضل الكلام ده موجود لغاية ما اعتنق المسيحية الامبراطور قسطنطين في اوائل القرن الرابع الميلادي، وساعتها اصدر مرسوم التسامح الديني سنة 313. وسنة 380 ميلاديا بقت المسيحية هي الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية. الكنائس القبطية القديمة لما بدأت بقى كانت بتتميز بجانب كبير من الرونق والبهاء، اتميزت بطابع كده في طرازها المعماري. كان النظام السائد في إنشاء الكنائس دي هو نظام البازيلكي، ده كان نظام من الفن الروماني المعروف في زمن المسيحيين الأوائل. الكنيسة كانت بتتكون من صحن، والصحن ده هو المكان اللي بيقف فيه الشعب وهم بيصلوا، وصحن أوسط وجناحين موازيين للصحن. وكمان حاجة مهمة جدا هي الهيكل في الأمام. وكمان برضو كان بتميزها الرسوم الجثية. الرسوم الجثية دي اللي هي بتبقى مرسومة على الجبس، مرسومة على الجبس، وكمان بتلصق على الجدران. بعد كده اتبدلت الرسوم الجثية دي بالأيقونات على اللوحات الخشبية. أما في القرن الرابع دخلت بعض التعديلات زي القباب فوق الكنائس. في القرن الخامس والسادس كانت الكنيسة بتشبه المعابد اللي ليها شكل خارجي مستطيل، يعني اللي ليها من بره شكل مستطيل، وكمان بالإضافة لبعض الزخارف الفرعونية اللي أضيف ليها رموز مسيحية. لغاية القرن السابع كانت كل الكنائس بتتبني بأحجار كريمة. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن العناصر المعمارية للكنائس القبطية القديمة. العناصر المعمارية هم أربع حاجات مهمة جدا. أول حاجة الهيكل. الهيكل هو أقدس مكان في الكنيسة، بيعتبر قدس الأقداس. الهيكل كان بيرتفع درجة أو درجتين عن خورس الشمامسة اللي بيبقى موجود فيه الشمامسة، وبيقولوا الألحان وبيقولوا القرايات الكنسية. في وسط الهيكل كان فيه المسبح، والمسبح كان بيبقى من الحجر أو من الخشب أو من الرخام. كان بقى بيفصل الهيكل عن باقي الكنيسة حامل الأيقونات اللي بتعلق عليه الأيقونات، وهو كان أحد الملامح الرئيسية للكنيسة القبطية ولغاية دلوقتي. تاني حاجة، القسم التاني اللي احنا قلنا عليه هو برضو خورس الشمامسة. القسم التالت هو صحن الكنيسة، وزي ما أشرنا قبل كده ان هو المكان المخصص لوقوف أو جلوس الشعب. أما القسم الرابع هو بيكون من ناحية جهة الغرب، وهو أبواب أو مدخل الكنيسة، بتكون عبارة عن ثلاث أبواب كبيرة: الباب الكبير اللي في النص، وعلى الجنبين في بابين، الباب الأيمن والباب الأيسر. دلوقتي هنتعرف على بعض النماذج من الكنائس الأثرية القديمة بالقاهرة.
وهم الكنيسة المعلقة، وكنيسة أبي سيفين، وكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة، وكنيسة ماري مينا الفم الخليل. تعالوا في الأول نتكلم عن الكنيسة المعلقة. الكنيسة المعلقة مكرسة باسم السيدة العذراء والشهيدة دميانا، دي أول حاجة عنها. طب هي ليه اتسمت بالاسم ده؟ لأنها مبنية على برجين من الأبراج القديمة بتاعة الحصن الروماني اللي هو حصن بابليون. الحصن ده بناه الإمبراطور الروماني تراجان في القرن الثاني الميلادي. الكنيسة دي بتعد من أقدم الكنائس في مصر. الكنيسة اتهدمت واتبنت تاني في عهد البابا يوساب ال 52، وبرضو تم ذكرها في تاريخ البابا إبرام بن زرعة في معجزة نقل جبل المقطم. الكنيسة كمان بتتميز بأنها على شكل سفينة نوح. دي الكنيسة المعلقة، عرفنا أنها على شكل، أنها على اسم السيدة العذراء والشهيدة دميانا، أنها على شكل سفينة نوح، أنها اتبنت على برجين من الأبراج القديمة بتاعة الحصن الروماني، علشان كده اسمها الكنيسة المعلقة. تاني حاجة هي كنيسة أبي سيفين. وكنيسة أبي سيفين بترجع للقرن السادس الميلادي، وتغير شكلها كذا مرة، عدة مرات على مدى العصور. دلوقتي فيها بعض الحوائط وفيها بعض الأكتاف اللي بترجع وبيعود التاريخ بتاعها للقرن السابع الميلادي. الكنيسة اتهدمت في القرن الثامن الميلادي وأعيد بنائها في عهد البابا إبرام ابن زرعة. الكنيسة دي مليانة بالأيقونات اللي بتعبر عن الحضارة والهوية القبطية، وفي فترة من الفترات كانت بتعتبر مقر البطريرك. أما ثالث كنيسة هنتكلم عنها هي كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة، ودي أنشأت في القرن ال 12 ميلاديا، واتعاد بنائها تاني في القرن ال 14 ميلاديا. والكنيسة دي بتوجد أسفل مستوى الشارع، يعني تحت المستوى الطبيعي للشارع بحوالي 4 أمتار. وجوه الكنيسة دي في كنيسة أحدث لأبي سيفين، ودي أنشأها المعلم إبراهيم الجوهري في القرن ال 18 وفي بداية القرن ال 14 لغاية القرن ال 17 تم نقل الكرسي البابوي فيها، كانت مقر البطريرك يعني في الثلاث قرون دول. أما كنيسة ماري مينا فم الخليج هي أعيد بنائها 4 مرات من القرن الثامن لغاية القرن ال 18، وبتتكون من كنيستين، زي ما قلنا الكنيسة طرازها بازلكي. ودي كل المعلومات اللي عندنا النهاردة عن الكنائس الأثرية القديمة. أتمنى أنكم تكونوا اتبسطتوا.